السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. جيت ان شاء الله باش ندير معكم السندي. راكم تتعرفوا السندي تنشريوه من لي ماكدو وتنبغيوه بزاف بزاف. هو غلاس تنبغيوه بزاف، وغادي تشوفوا غادي نحضروا معكم ان شاء الله بواحد الطريقه سهله وسهله بزاف بزاف. ما غاديش تبقاو من اليوم، ما غاديش تبقاو تشريو السندي من ماكدو، غادي ديروه في ديوركم ان شاء الله. غادي نبداو بالمقادير، ما تحتاجش شي حاجه كثيره. هنا عندنا جوج بواطات ديال الماسكاربون، تقدروا ديروا غير وحده وتقدروا منها تنقصوا المقادير الاخرين. هنا عندي شويه ديال الكاوكاو بحال هكا كونكاسي، وهنا عندي الكراميل اللي استخدمت في الفيديو، غادي تلقاوه في صندوق الوصف ديال القناه ديالي. وهنا غادي نحتاجوا 4 المعالق كبار ديال الحليب كونسنتري سكري، وهنا جوج فانيات. غادي نبداو على بركه الله، وغادي نديرو في الباتور حتى تطلع ليا لا كريم ديالي، ونرجع معكم ان شاء الله. لا كريم ديالي وجدات، درتها في لابوشا دوي. دابا انا غادي نبدا ان شاء الله معكم. من بعد ما قديتهم بحال هكا غادي نديهم للثلاجه تقريبا واحد الساعه، وعاد غادي نرجع معكم ان شاء الله. صافي، من بعد ما دازت ساعه تاع المكانه في الثلاجه تتشوفوا، دابا غادي ندير عليهم الكراميل من الفوق، ولا لا بغيتو الشوكولا كل واحد والذوق ديالو، انا بغيت الكراميل. صافي، وتنهزوا الكاوكاو من الفوق بحال السندي اللي تناكلو في الماكدو. صافي، من بعد ما درت ليه الكاوكاو كما تتشوفوا، صافي تيبقى لينا غير نذوقوه. تنتمنىكم تجربوه، غادي يعجبكم ان شاء الله. ما غاديش تبقاو تشريو لا كلاص ديال ماكدو، غتبقاو ديما ديروا السندي في الدار ان شاء الله. تنشكركم بزاف، والى فيديو المجيء ان شاء الله.